وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. هنا في مدينة تلبيسي، تلبيسي الأبية، تلبيسي الصمود، تلبيسي الكفاح، شاهد عظيم على كفاح شهدائنا الأبطال الذين قدموا أرواحهم رخيصة في وجه هذا النظام الفاجر الذي لم يدع أي شيء إلا ما فعله بنا، من قنابل، من براميل متفجرة، من صواريخ. وإن شاء الله نعد شهدائنا الأبطال أن نكون على العهد، وأننا سنبقى على العهد حتى إسقاط هذا النظام الفاجر، هذا النظام الماجن، ونيل الحرية والكرامة التي خرجوا من أجلها وخرجنا من أجلها إن شاء الله. ونعد النظام أننا سنبقى نزف الشهداء ونزف قوافل الشهداء حتى نصل إلى مبتغانا، والنيل منه وإسقاطه، ونيل الحرية والكرامة. الله يجزيك الخير.